بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنبدأ مع بعض ننشئ الـ HTML files بتاعتنا الموجودة في المشروع. طبعا زي ما انتوا عارفين ان الروت ده كان بيوديني على صفحة الهوم بيج وبيطبع فيها جملة واحدة. عايزين نبدأ بقى نستخدم صفحات HTML كاملة. هنبدأ نستخدم حاجة اسمها render template. render template زي ما انت شايف بترندر لك template، بتحط لك template في الروت اللي انت بتديهوله ده بدل ما يحط لك جملة زي كده، فهنقول له render template وهنكتب هنا اسم صفحة ال HTML اللي هو هيرندرها او هيخليك تفتحها اول ما تخش على المسار ده. طيب الصفحة دي هو بيجيبها منين؟ تعالوا مع بعض كده لو عملنا run دلوقتي قبل ما ننشئ الصفحة نشوف هيحصل ايه. هنا بص قال لي ايه exception template not found، مش لاقي التمبلت اللي انت اديته له. الهوم بيج ده عبارة عن تمبلت، هو مش لاقيه دلوقتي. طيب هو بيدور عليه فين؟ المكان اللي انت فيه دلوقتي، يعني انا عندي فايل هنا اللي انا شغال عليه اسمه فلاسك كريت اتش تي ام ال 5، بيدور على فولدر اسمه تمبلتس جنب الملف اللي انت شغال عليه، الموديول اللي انت شغال عليه، وبيدور على ملف جوه اللي هو انت طالبه منه اللي هو هنا اسمه هوم بيج دوت اتش تي ام ال بالشكل ده. وتعالوا مع بعض كده نفتح الملف ده بالفي اس كود، والملف بتاعنا موجود، فاضل ان احنا بس نكتب فيه. على فكره لو عملت ريفريش بص صفحه بيضاء، انت مش كاتب حاجه، بس المهم انه لقى الملف وهو ده المطلوب اثباته. طيب في طريقة ان انت تدوس حرف الاي وتدوس تاب عشان يعمل لك الكود بتاع صفحة ال HTML كله كامل، عشان طبعا ما نضيعش وقت ونكسب وقت. المفروض ان انت اتعلمت ال HTML وفاهم القصة دي. طبعا انا اقدر اكتب الكود بصباع رجلي ومفيش مشكلة، بس انا مش حابب اضيع لك وقتك. الدوكيمنت تايب اللي هو بيعرفك ان انت شغال على صفحة HTML 5 دلوقتي، ده التاج بتاع ال HTML بالشكل ده، وده الهيد اللي هو رأس الصفحة، والبادي اللي هو جسم الصفحة اللي هيكون فيه الأكواد بتاعتنا كلها، وده التايتل بتاع الصفحة. هاجي هنا أقول له hello from home page، تمام كده hello from home page وشكرا، مش عايز أكتر من كده أهي. وأروح هنا هتلاقي الصفحة بتاعتي تمام والحمد لله hello from home page. وهتيجي هننشئ صفحة تاني زي دي ونسيفها باسم about.html، والمرة دي هسميها hello from about page، وهنا هسمي دي about التايتل، وهنا هسمي دي home page التايتل بتاعها بالشكل ده. بقى عندنا الصفحتين بتوعنا، وهاجي هنا هرندر التمبلت بتاع صفحة about render template about.html بالشكل ده كده. تمام تمام الحمد لله، مفيش اي مشكلة خالص. تعالوا مع بعض كده نشوف، ادي صفحة الهوم بيج التايتل فوق اهو والصفحة اهي، وهنا لو رحنا على الاباوت ادي الاباوت هلو فروم اباوت، وادي الاباوت بيج والحمد لله. عملنا صفحاتنا وتعلمنا الريندر تمبلت وكله تمام وزي طيب. عشان الدرس ما يبقاش صغير كده ويبقى عندنا شويه معلومات ظريفه حلوه، عايز اقول لك ان انت بعد كده في الدروس اللي جايه اللي احنا هنتعلمه، ان هيكون عندنا صفحه بيز كل الصفحات هتاخد منها الكود بتاعها، فانا عايز اكسس على الحاجات اللي جوه البيج دي. عايز اقول لك ان الهوم بيج دي اللي هنا انا اقدر اتحكم فيها من بره هنا ازاي. لو جيت عملت هنا بيج تايتل بيساوي بالشكل ده هوم بيج، ازاي اخلي البيج تايتل دي تظهر جوه؟ اخينا اكتب لك عليها اتش بس عشان تتاكد ان هي جايه من بره مش من الصفحه نفسها، ودي هسميها ايه بس. تمام كده تمام. لو انا عملت كده مفيش اي حاجه هتحصل طبعا اهو. لازم بقى جوه الصفحه بتاعتك تحط الاتريبيوت اللي اسمه بيج تايتل ده. لو جيت انا في الهوم بيج هنا وعملت كده كده هيجيب البيج تايتل من المكان اللي انا ضفته فيه هنا من الريندر تمبلت. نفس القصه هنا في الاباوت بالشكل ده، واروح اقول له اتفضل بصوا معايا ايه والهوم بيج اتش بس كده. كده انا اقدر اتحكم في التايتلز بتاعتي من هنا هوم بيج وهنا اباوت اس مثلا. هتقول لي بقى قبل ما نقفل الدرس ليه اتحكم فيها من هنا؟ عشان صفحه الهوم بيج اللي انت شايفها دي مش هتكون بالشكل ده، كل الاجزاء دي هتكون في صفحة واحدة، والجزء بس يعني shared between all pages هتكون بس الجزء اللي انت هتكتب فيه هو الجزء اللي جوه البادي ده بس اللي هو جسم الصفحة فقط. يا رب يا جماعة الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم. اشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم.